هذا يقول: هل ذكر الله أو تلاوة القرآن أو حتى حمل المصحف فيه حرج إذا كنت واقفا في المكان المخصص لدورات المياه؟ إذا أردت أنك تذهب لدورات المياه تضع المصحف مع زميلك ولا مع أخيك، تضعه أو تضعه في مكان معروف لك وتروح لدورة المياه بدون المصحف، لأنه لا يجوز دخول الحمام بالقرآن، دخول محل قضاء الحاجة بالقرآن، وإنما يجوز في حاجة في حالة واحدة فقط. إذا خفت على المصحف، إذا خفت عليه أنه يسرق أو أنه يعبث به، لا بأس أنك تحمله معك حماية له. أما إذا كان وجدت من تعطيه المصحف أو مكان تضع فيه المصحف فلا يجوز لك تذهب به إلى الحمام.